على أنغام موسيقى وهتافات أنصاره في سانفورد بولاية فلوريدا، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول فعالية انتخابية بعد إعلان إصابته بكورونا. دون قناع وقائي أعلن عن تعافيه من كوفيد-19 وشن هجوما لاذعا على خصمه الديمقراطي جو بايدن. بايدن سيقضي على تعافينا من وباء كورونا ويؤخر اللقاح ويطيل أمد الجائحة ويدمر اقتصاد فلوريدا بإغلاق شديد القسوة وغير علمي. هذا ما يريد أن يفعله. إذا كنت لا تشعر بالرضا عن الخروج، إلزم المنزل واسترخي. أنت تعرف الفئات المعرضة للخطر. تحدث ترامب عن هزيمة اليساريين الأشرار رغم استطلاعات الرأي التي تشي بأنه يخسر مزيدا من الولايات أمام منافسه الديمقراطي بايدن، ويرجح أن تكون حاسمة في المنافسة الرئاسية المنتظرة في 3 نوفمبر. اليسار الراديكالي عازم على تدمير كل ما نحبه ونعتز به. هم غاضبون وهزيلون بدافع الانتقام، ولا أحد يصدق ما يفعلونه وإلى أين يذهبون. لكننا نفهم ذلك، نحن نفهم ثقافتهم السرطانية ولا نسمح لهم بإلغاء ثقافتنا مطلقا. نحن فخورون ببلدنا وتراثنا. إنجازات ترامب أدرجها في خطابه، بشر بتوزيع التطعيم قريبا، وتحدث عن الجدار الحدودي مع المكسيك، وتنبأ بفوزه في ولاية مينيسوتا وهي التي شهدت مقتل جورج فلويد في أشهر الجرائم العنصرية، ولم ينسى مغازلة كبار السن بتوفير التأمين الطبي. من جهته لم يقف بايدن مكتوف اليدين. هذه المرة هاجم ترامب أمام أنصاره في أوهايو. منذ رئاسة هربرت هوفر قبل أكثر من 90 عاما، سيكون ترامب أول رئيس في التاريخ الحديث يترك منصبه بوظائف أقل مما كانت عليه عندما تولى منصبه. إن خطة ترامب الوحيدة هي المزيد من التخفيضات الضريبية للأثرياء. صراع محتدم بين اليمين واليسار الأمريكي، وصناديق الاقتراع ستكون الفيصل، إما استمرار الحكم الجمهوري أو سيكون الرئيس 46 ديمقراطيا. بيده خاتم البيت الأبيض.